معركة اليرموك. قبل 1400 عام ونيف، جهز حاكم الجزيرة العربية الخليفة الراشد أبو بكر الصديق الذي يسكن في قلب الصحراء، جهز 4 جيوش وأمرهم التوجه إلى بلاد الشام لنشر دين التوحيد. كان على رأس الجيوش 4 فرسان صناديد: أمين الأمة أبو عبيد عامر بن الجراح وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان. وكان أول عهد تلك الجيوش في أرض بلاد الشام في منطقة المدورة أقصى جنوب الأردن الآن. هناك خيمت الجيوش الأربعة، تلك الجيوش التي كانت البوابة لفتح العالم. تلك الجيوش الأربعة تبعها فتوحات عظيمة لقرون من بعدها، فتوحات وجيوش ومعارك ضارية وصلت إلى قلب أوروبا. تلك الجيوش الأربعة عهدها الأول كان لبلاد الشام في المدورة سرخ، تلك الواحة التي كانت وارفة الظلال كثيرة الغلال ماؤها عذب زلال. في تلك الليلة طل القمر من الغياب وأشرق ضياؤه مبتسما برؤية الموحدين والعابدين والمجاهدين الركع السجود، وكتب على صفحته وأشعته تتجلى فرحا أن هؤلاء الأبطال مروا من هنا، بل خيموا هنا وهم في طريقهم لفتح العالم ونشر نور الهداية والإسلام. تلك الجيوش راحت إلى معركة هي الأقوى والأشرس والأهم على مدى التاريخ الإنساني. لم يكونوا يعلمون أن سيوفهم ورماحهم وسهامهم سوف تكتب مستقبل العالم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تلك الجيوش الأربعة لم تكن تدري أن بطولاتهم ستسجل بأحرف من نور. لم يكونوا يعلمون أنهم في طريقهم إلى كسر أعظم إمبراطورية عرفتها العالم. لم يكونوا يعرفون أنهم سيكونون من العناوين المشرقة الناصعة في تاريخ الأمة. تلك الجيوش خاضت معركة هي الأقوى على مدى كل العصور، راحوا إلى معركة ضارية شرسة وقودها الحديد والنار، معركة ليست ككل المعارك، معركة سيوفهم فيها ستقطر عزة وكرامة وإباء. في هذه المعركة كانت أول كتيبة فدائية في التاريخ، في هذه المعركة هزم أكبر جيش عرفته البشرية. قائد الجيوش الإسلامية سيف من سيوف الله، قائد أعيا الجيوش، بطل مقدام، وفارس ليس ككل الفرسان. إنهم أبطال معركة اليرموك. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المعركة الخالدة وحتى نحاول أن نرسم صورة أشمل حول الأوضاع السياسية والعسكرية في ذلك الوقت، علينا أن نعرف أن القواعد الأساسية والمنطقية في أي حرب يمكن أن تخوضها هو أن تحاول أن لا تفتح أكثر من جبهة عسكرية واحدة، ولكن الظروف السياسية كانت مخالفة تماما لدى صانع القرار السياسي في حاضرة الخلافة الإسلامية في المدينة المنورة، حيث فرض على أبي بكر أن يتعامل مع أقوى دولتين في ذلك الزمن، الفرس والروم في نفس الوقت. فكان يفكر ويأخذ القرارات السياسية والعسكرية في الشرق في حرب المسلمين مع دولة فارس، وكذلك على الجبهة الأخرى مع إمبراطورية بيزنطة. كان يجهز لحرب فاصلة ينهي وجودها إلى الأبد في بلاد الشام. بعد الانتصار الساحق لأبطال المجاهدين في معركة أجنادين التي دارت رحاها على أرض فلسطين، تلك المعركة الكبرى التي كانت بوابة للفتوحات الإسلامية الكبرى على إمبراطورية بيزنطة، قرر هرقل حاكم العالم المسيحي وصاحب أقوى مملكة على وجه الأرض في ذلك الزمان، قرر أن يجمع كل العدة والعتاد وكل الجيوش الرومانية في جيش واحد جرار لمنازلة الجيوش الإسلامية في معركة فاصلة كبرى ينهي فيها الوجود الإسلامي في بلاد الشام. 240,000 مقاتل، تخيلوا هذا العدد الكبير في هذا الزمان وكل هذه التكنولوجيا والتطور، يعتبر عدد مذهل، فكيف في ذلك الزمان؟ لكن هرقل أدرك أن القوة الإسلامية الناشئة باتت تشكل خطرا كبيرا على الوجود المسيحي في الشرق. أدرك أنه لا بد من إعداد جيش بهذا العدد المذهل
والذهاب إلى معركة ليس فيها رحمة يكسر فيها شوكة التمدد الإسلامي بعد أن أخضعت تلك الجيوش العراق إلى حكم الدولة الإسلامية. تجمعت الجيوش الإسلامية الأربعة تحت لواء واحد، وعقد كبار القادة والجنرالات بالجيش الإسلامي اجتماعاً على أعلى المستويات لأخذ القرار المناسب بعد أن وصلهم خبر الجمع العظيم الذي جمعه الرومان. وبعد مشاورات طويلة استطاع خالد بن الوليد إقناع القادة الذهاب إلى الحرب الفاصلة الكبرى التي أرادها هرقل. وبدأت كل الحشود الإسلامية والرومانية تجتمع في اليرموك، ونزل الروم بمنبطح كبير مقابل الجيوش الإسلامية. كانت الاستخبارات العسكرية الإسلامية متقدمة جدا على باقي الأجهزة الاستخبارية في ذلك الزمن. كان خالد بن الوليد لا يضع الخطط إلا عندما ترجع العيون له بالأخبار، فيرسم الخطط العسكرية المحكمة بناء على التقارير الاستخبارية التي تقدم له من ضباط الاستخبارات والمجاهدين الأبطال الذين كانوا يضحون بأرواحهم مقابل تقديم معلومات دقيقة للقائد العام للجيوش الإسلامية. بقي الروم والمسلمين شهرا كاملا في اليرموك قبل اندلاع الحرب، واكتفى الفريقان بصد الغارات الصغيرة ليحفظ كل واحد منهم معسكره وجنده. وكان الروم ينتظرون اجتماع كل الجيوش التي أعدها هرقل القادمة من آسيا الوسطى ومن بيزنطة ومن أوروبا ومن باقي الأراضي الشاسعة التي يحكمها الرومان. وأما المسلمون فقد شكلوا مجلس حرب دائم الانعقاد يتدارسون أدق التفاصيل لوضع الخطط العسكرية على نحو جامع. في الأثناء أمر خالد بن الوليد الفرسان الخيالة التناوب على الحراسات وصد أي هجوم غير متوقع لجيش الروم. بعد أن اكتملت المعلومات الاستخبارية لدى مجلس الحرب الإسلامي، قسم خالد جيش المسلمين الذي كان عدده 36,000 مجاهد إلى 36 كتيبة وأربعة كتائب أخرى هم قوات التدخل السريع، والبالغ عددهم 4,000 فارس على خيولهم تحت إمرته بشكل مباشر. وأراد أن تكون هذه الكتائب الأربعة هي السلاح الرادع في الجيش الإسلامي. وفي الأثناء بعث قائد جيش الروم ماهان بأحد قادة جيشه إلى المسلمين كرسول بناء على طلب ملك الروم، الذي قال لماهان لا تبدأ بالقتال قبل أن تحاول عقد اتفاقية سلام مع المسلمين. المهم بعث بأحد ملوك أوروبا إلى أبو عبيد وقال له الرسول الروماني ارجعوا عنا إلى الجزيرة العربية وخذوا ما شئتم من الغنائم. إلا أن أبو عبيد قال له بسم الله الرحمن الرحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في اليوم التالي بعث ماهان رسولا آخر للتفاوض، لكنه في نفس الوقت طلب من جبلة وهو ملك الغساسنة، والغساسنة هم النصارى العرب، طلب من ملكهم تجهيز جيش ليهجم فور انتهاء المفاوضات في حال فشلها على المسلمين. وكان ماهان يريد أن يجس نبض تجهيزات جند الإسلام، وبالفعل تقدم جيش الغساسنة، لكن قوات التدخل السريع بقيادة خالد حاصرت جيش الغساسنة بشكل سريع جدا وصادم، فانسحب الجيش إلى معسكر الرومان. وأدرك ماهان أن المعركة لن تكون سهلة بالمطلق رغم التفوق العددي الكبير لجند الرومان.